الحين انا بروح الهلا هلا. وهلا صراحه احس انه انت يعني شخص صباحي، تحبين الصباح، تحبين، مع اني اشوفك يعني ما شاء الله تروحين الصبح الجيم. شوفي انا صباحي صباحي مسائي حول، انا برمائي صراحه. انا بالعكس، انا بالمساء كثير بصير طاقتي اكثر، ويمكن معروفه بين اصحابي انه انا الصبح قبل القهوه كثير بكون هادي، يعني بكون ما بحب احكي تليفونات او احكي شيء مركزه فيه كثير. بس بتشوفين هيك على الساعه 6 7 ببلش يصير هايبر اكتر، فسبب اني بروح على الجيم الصبح لاني فيق بكير، فبضطر اني لازم شغل الطاقه على طول ونبدا بيوم نشيط. انا بحس شوي في شغله انه احيانا ما بدنا نفوت علينا شيء، يعني صح. انا بالصبح ما بدي فوت علي الرياضه، ما بدي فوت علي الشغل، وما دائما بقول انه لازم لحق او اخذ اكثر وقت من اليوم. بس شغله مثل ما قال عنا هاني، اذا الواحد نام اخذ السبع ساعات او 8 ساعات ماكسيموم من النوم بكفي بقيه النهار يعني. بس والله بعض الاحيان هلا انه على قولتك انه ما نبغى يفوتنا شيء، فانا تجيني ايام انه اصحى الصباح واطلع الظهر وبالليل والحق على كل شيء، بس يجيني يومين يعني زي اليومين اللي فاتوا انه انا نايمه ما ابغى، خلاص يعني كفايه. يعني بيكون جسمك له حق عليكي، بس حلو هي التفسيرات. يعني حتى بتشوفي اوقات بس فريندز مع بعض كثير اصحاب، بتلاقي وحده منهم مثلا خلص على الساعه 10 المساء ببلش تصير تنعس وتتعب. ايه. وبتختلف الشخصيات، بس يعني الحياه حلوه مثل ما هي صباح او مساء. طبعا اليوم الوصفه حقلكم، يعني وعد، انا مو كل الوصفات بتغزل فيهم صح، يعني في وصفات بقول اوكي طيب. والله شوفي اذا انت ما تغزلتي فاحنا نتغزل عن كل وصفاتك حلوه. اليوم عم بعمل وصفه صراحه هدى، يعني ثانك يو على حكيك. حنعمل شيء بيدمج بين الحلا الغربي والحلا الشرقي. طبعا كلياتنا بنعشق البقلاوه بكل اشكالها، ومع الايس كريم او بدون ايس كريم، او الطريقه التقليديه، او البقلاوه مع الشيره والزبده وكل المكونات. انا اليوم حبيت اعمل او ابتكر شوي الوصفة ونعمل بقلاوة تشيز كيك. الله. خليني أشرح شوي عن هالوصفة هاي، اللي هي حنبدأ أول شيء طبعا باستعمال الفيلو بيستري، أو اللي هي عجينة الجلاش اللي دائما بنستعملها بالطريقة التقليدية للبقلاوة. هلأ عنا البقلاوة بتجي أشكال مختلفة أو براندز ونوعيات مختلفة. في عندك اللي بتكون التقليدية بتكون كتير رقيقة، طبعا هي صعب كتير تحضيرها، بدك شوي حلواني لأنه بتبقى مثل الورق، يعني طريقة لنا نمدها بهالشكل هاد بتاخد معنا وقت. هاي العجينة نفسها ممكن نستعملها للجلاش، وصفات المالحة مثلا. أيوة. الوصفات الجلاش المصرية عرفتي كثير بيطلع طعمه طيب. وكمان في نوع المتوفر بالسوق أكثر اللي هو كمان فيلو بيستري، بس بتجي شوي الورق تبعوته أسمك، بتجي ملفوفة كلها مبرومة. أهم شيء أنه لما نجيب عجينة البقلاوة نخليها دي فروستد، نطلعها من الفريزر نتركها على حرارة الغرفة، ما بنحتاج نحميها أو نحط عليها مايكرويف، هي بس على حرارة الغرفة بتبرد. فأنا اللي حأعمله ححضر عجينة البقلاوة مع الزبدة نحطها بالقاعدة، وبعدين حنعمل طبقه التشيز كيك وندخلهم كلهم على الفرن فينخبزوا. فاليوم عم نعمل بيك تشيز كيك. حلو. طيب خلينا نبدا اول شيء بالعجينه، خليني اخبركم عنها لنحط الطبقه. هلا مهما كانت العجينه رح تتفتفت، اهم شيء نعمله انه نحن ندهن بين طبقات العجين الزبده، طبقات من الزبده. فانا حبلش، شوفي هون عم بفرد القطعه هيك، حبلش استعمل من الزبده اللي هون، عندي زبده دايبه على حراره اكيد منخفضه، وبنبلش بنوزع من الزبدة. إذا ما حطينا زبدة ما حتطلع مقرمشة، حتصير ناشفة معنا. فالزبدة هي أساسية، ويمكن بترطبها بترطبها، ويمكن هي كمان بتعطي دليل إنه كل قطعة بقلاوة قد إيه عم ناكل فيها زبدة، مشان تتذكروا، لأنه أحيانا بتحطها يا هلا يعني ما نقدر طبعا مهما كان. في أنا دائما بس أحكي عن البقلاوة بتذكر بابا الله يخلينا إياه، دائما بيقول إنه عم باخذ قطعة، بس دائما بشوفه لما بده ياخذ قطعة من البقلاوة بياخذ قطعة بحطها بتمه، والقطعة الثانية بيقول أنا أخذت قطعة حلوة. ف اللي بحب الحلا وخاصة هذا الحلا العربي ممكن دائما نلاقي بدائل نخفف مثلا من نسبة السكر بهالحلويات. يعني هلا هون انا عم بستعمل زبدة ما عم كتر كثير من الدهن الموجود فيها. في ناس تستعمل سمنة، انا ما حاستعمل سمنة اليوم، فضل سمنة احس انه تثقلها زيادة اصلا حتى الطعم ما يكون يعني بالضبط صح. السمنة شوي هيك بتحسيها دسمة. طيب هلا انا حاشرح لكم، ما حقدر اخلصها كلها، بس بدي اورجيكم شو راح اعمل. مو مهم انها تكون يعني مرتبة عادي. ايه فهلا اكيد عندنا بعد ما حطيت من طبقات البقلاوه، شوفوا شو عم بعمل. هلا راح اخذ من هي طبقات البقلاوه واعمل قاعده بقلب القالب، نقدر نخليها شوي تكون هيك ظاهره لانه بعدين حنرجع نحط الحشوه. فانا حكمل نفس الشيء، فيني اعطيكي تساعديني فيهم اذا بدك هدى. هدول بس نحن حنرجع نكمل نعمل تقريبا هيك ثلاث اربع طبقات ونضل نوزعهم ونحط زبده بين الطبقات. ايوه بالضبط. فمنضل منجمع لحتى نعمل طبقة من هي عجينة البقلاوة مع الزبدة وتصير معنا مقرمشة. فوق هي الطبقة حنحط طبقة فستق مع جوز ومع كمان شوي من الزبدة. فبجيب هون المطحنة العادية بستعمل فيها تقريبا
كوب من الفستق الأخضر، أهم شيء يكون لون الفستق حلو لأنه بيأثر كتير على طعمة الحلا، وكوب من الجوز. هأستعمل تقريباً 3 معالق كبار من الزبدة، وححط عليهم كمان معلقتين كبار من العسل. إذا وصفة اليوم أنا ما عم بستعمل فيها أبداً سكر، بس حتطلع الحلى اللي موجود فيها مزبوط وهيك مرتب، لانه عم نستعمل عسل، حاستعمل ممكن استعمل ميبل سيرب اللي يعني شويه يعني فيها مكونات انه بعيد الواحد بعيد يعني بيقرب الضميره. يعني اذا بتفكري فيها حتى الحلى الكيكس اللي بدنا نعمله كمان بيكون فيه زبده، بس انه المهم انه احنا نعملها بطريقه اخف. هلا حاطحنهم مع بعض. كيف احطها هلا؟ ايوه هلا ممكن، بس المهم يعني احطيها بالعرض كذا بالعرض. ايوه بالضبط، فمو مهم طريقه ترتيب العجينه، بس المهم انه احنا نعمل طبقه، وبنقدر نعمل كمان شوي لحتى يكون عندنا قاعده مضبوطه يعني من البقلاوه. اذا ضل عندنا شوي عجين فينا نعمل هي كمان ونرجع نعبي المكان. هلا نحن بعد ما شوفوا عندي هي طبقه الفستق والجوز، بدي اورجيكم اياها. اوكي هلا هون انا طحنت زبده مع فستق وجوز وشوي من العسل، هي هي اللي تعتبر حشوة البقلاوة، عادة بنستعملوا فيها السكر، فأنا بعد ما أعمل طبقة العجين حأرجع أستعمل هي الحشوة لنعمل فيها طبقة، بس هلا بدنا نزيد شوي عليها. طيب قبل ما أورجيكم كيف حنجمع المكونات بما إنه هدى عم تساعدني اليوم، خلينا نحكي عن طبقة التشيز كيك. إذا أول طبقة هي طبقة عجينة الفيلو مع الزبدة اللي حتكون هي الكرنش البقلاوة، ثاني طبقة اللي هي الجوز مع الفستق والزبدة والعسل اللي حتكون الطبقة اللي بالنص بين البقلاوة والتشيز كيك. التشيز هو عبارة عن، طبعا بما انه نحن اليوم عم نخبز التشيز كيك فمعناتها فيني استعمل بيض. حاستعمل 3 اكواب من جبنة الكريمة، دائما هي الجبنة الأساسية لتحضير أي تشيز كيك. فثلاث أكواب يعني حوالي تقريبا 750 جرام من جبنة الكريمة، حطها بالبلندر. أوكي وبعدين على طول، بس خليني هيك بلش أخلطها شوي هيك تتمازج مع بعضها. اوكي حنضيف عليهم البيض بالتدريج. والله يا هدى هدوء، هدى صارت مديتيشن. شوفي انا صراحه مو من اصحاب الحلا كثير اللي اسوي اكله، بس ما اسوي، بس كذا عجبني انه كنت تحسي انك فنانه وانت تسوي الحلويات هذه. والله صراحه هدى هو دائما لما الواحد، انا بعتبر الطبخ احيانا انه لازم نطبخ، بس الحلا فن صراحه، فيه رواء، فيه هيك مزاج حلو، ومو كل احد يقدر يضبطه. صح، هلا اليوم رح نظبطها اكيد. وطبعا هون طبقه الجبنه الكريمه استعملت 3 اكواب من الجبنه، زدت عليهم 3 حبات من البيض، حنحط معاهم نص كوب من العسل، فكمان ما عم بستعمل سكر. حلو اوكي، وهلا رح ضيف عليهم، حنضيف عليهم هذه احطها بعد. يا سلام عليك يا عين، شلون؟ تمام تمام اوكي. هلا هون صار عندنا طبقه البقلاوه وصار عندنا هي الطبقه، عندي طبقة الجبنة اللي هي أنا استعملت فيها جبنة وبيض، وحطيت عليها نصف كوب من العسل. حلو، حط معها شوي من الفانيلا، فانيلا باودر أو فانيلا سيروب أو أي نوع فانيلا بتفضلوه. وصراحة أنا بحب كمان حط معها شوي من برش الليمون لتعطي الطعم هيك الحامض والنكهة الطيبة لهالوصفة. دايما الليمون مع البيض والفانيلا مع البيض كتير يعني بحبوا بعض بالحلويات. حلو، بحبوا بعض صح؟ اليوم طاقتك كلها حب. هلا والله حبيبتي هدى، يعني بوجودكم ومحبتكم شعر خلص ما شاء الله. اليوم غزل واليوم صراحه انا كنت باديه يومي كذا مزاجي مو مره، بس جيت على الشغل شفتك، شفت هاني كذا الاجواء تغيرت لي مودي صراحه. دائما هي المحبه، الله يديم المحبه، بس دائما المحبه والاجواء الحلوه بتحببك باي شيء عم تعملي. صح. طيب هلا نحن خلطنا، صارت عندنا 3 طبقات جاهزه. اوكي شو حنعمل؟ خليني اورجيكم بشكل كثير سريع. اول شيء الفرن عندي هلا حامي على درجه حراره 170، ما بده يكون كثير حامي. عندي طبقه البقلاوه هون جاهزه، اذا بتحبوا تكون طالعه شوي الطبقه لفوق فيكم، او مثل ما نحن هلا عملناها هون بهالشكل. حاستعمل من هي الحشوه لحتى اعمل طبقه كامله حنوزعها. اذا انا هون حطيت فستق وجوز عسل وشويه زبده. حلو اوكي، هي هلا بنوزعها بشكل كامل، اكيد بدي هيك اخذ وقتي شوي فيها. بعد ما بنوزع طبقه، يعني ما بدها تكون طبقه كثير سميكه، يعني ما بدها تكون اسمك من البقلاوه. بعد ما بنوزعها كلها ححط عليها طبقه جبنه الكريمه اللي عملناها. بعد ما بنحط طبقه جبنه الكريمه حندخلها على الفرن تقريبا لمده نص ساعه،
وبعد ما تطلع من الفرن بتكون خلص استوت كل الجبنه وانتفخت وتقرمشت البقلاوه. حلو. بتكون الفرن من فوق ومن تحت، حنصب عليها طبقه، عاده التشيز كيك بتحط عليه فراوله او توت او اي شيء. أيوة. حنصب عليها طبقه كمان حنستعمل فيها المكسرات، الميبل سيرب والعسل. صراحة طيب على هذا دلة قهوة صراحة، ولا أورجيكم إياها طبعا أكيد بعد شوي. والله بس خليني أرتب البقلاوة. رتبيها وخذي وقتك، نرجع لك هاني. شكرا لكم، يعطيكم العافية.